ولذلك عدوها 9 7 درجات، فواحد ياخد الدرجات كلها، وواحد اصابه غمأ بس، وواحد اصابه مثلا نصب بس، وواحد اصابته مخمصه بس، وواحد وطأ موطئا يغيظ الكفار، وواحد جمع 3، وواحد جمع 4، وواحد يبقى الدرجات على حسب ايه؟ على حسب الايه؟ هذه الاشياء عدوها بقى، ذلك بانهم لا يصيبهم ايه؟ ظمأ ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. ايه موطئ يغيظ الكفار؟ يعني يدخل في حته كانت حصن حاطين عند الكافر كده، والمؤمن كده يطأها بايه؟ برجله، هو عاملها بقى حصن محدش يجي ناحيته، مين يلتفت يلاقي المؤمن ايه دايسها برجله. ولا يطؤون موطئا يغيظ الايه الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا ينكلوا به الا كتب لهم به عمل صالح، ان الله لا يضيع اجر المحسنين. ولا ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. إذن قول الحق سبحانه درجات من هذه الدرجات عملوها في السبع إيه؟ 7 دول. فإن كان واحد هيجيبهم كلهم ياخد 7 درجات، يجيب 6 ياخد 6، يجيب 5 ياخد 5، يجيب 4 ياخد 4 على حسب الإيه؟ الله. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، القاعدين اللي هم إيه؟ أولي الضرر. وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أي من غير أولي الضرر أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. الحق سبحانه وتعالى حين رغب المؤمنين في أن يكونوا مجاهدين، ومعنى مجاهد أن يبذل الجهد. يبذل الجهد لماذا؟ لتكون كلمة الله هي العليا. هذه الأدلة. يبقى ده اسمه ايه؟ مجاهد. فاذا ما كان قد امن وتخلف في مكان عن الصف الايماني، يبقى هو نفع نفسه بالايمان، بس ما انضمش لركب من ينفع الناس سواه بالايمان. فالحق سبحانه وتعالى يريد ان يعبأ كل من مس الايمان قلبه، وان كان في مكان حتى فيه كفار يقول له تخلص من حياطه الكفار حواليك كده وعاملين النطاق حواليك عشان تطلع تنضم لايه. انت صحيح نفعت نفسك بالايمان، انما اطلع علشان تشيع مين؟ عشان تشيع الايمان لسواك، وتحب للناس ما احببت لنفسك. فهو الناس يقول لك احنا ضعاف وما بنقدرش لا نهاجر ولا نعمل ولا مش عارف. يوم يقول بقى جاي يقول علشان يقطع العذر على اي انسان يتخلف عن ركب الجهاد في سبيل نصرة دين الله، يقول ايه؟ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم، ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم. توفاهم الملائكة يعني تقبض ارواحهم، كده معناها. طبعا التوفي معناه ايه؟ القبض. توفيت ديني يعني قبضته مستوفيا، وتوفى الله الانسان يعني ايه؟ قبضه اليه مستوفيا، مش حاجة تتخلف منه، قبضه مستوفيا. القبض له امر اعلى وهو الحق، وبعدين موكل عام وهو عزرائيل ملك الموت، وملائكة وهي عزرائيل. يبقى اذا نسبت الوفاة تنسب مرة لله، الله يتوفى لان هو الامر الاعلى، مش كده ولا لا؟ طيب توفته رسلنا، يتوفاكم ملك الموت، بقت كم حالة دلوقتي؟ 3، الله وملك الموت والملائكة الرسل دول.
فإذا أطلقت هذه أيعتبر ذلك اختلاف في أساليب القرآن ولا اختلاف في مراحل الولاية اللي ربنا عملها؟ الولاية الأولى لله، وبعدين يقول للملك اللي هو عزرائيل، وبعدين عزرائيل يعمل ليه لجنوده. فلما يجي مثلا يقول له ايه يا سيدي، انا رحت لقيت المدرسين في المدرسة سقطوني. هما ما سقطوكش، ده اللوائح اللي جاء من الوزير هي اللي سقطتك، مش كده ولا لا؟ يبقى لما تقول سقطني الناظر يبقى صح ولا لا؟ طب وسقطني مدير المنطقة صح ولا لا؟ طب سقطني وزير المعارف، طب وزير المعارف ده جاب القانون من عنده ولا سقطتني الدولة بقى؟ تبقى هي اللي يملك التقنين الاعلى يبقى فاعل، اللي يملك التقنين اللي في الوسط يبقى فاعل، اللي يملك التقنين النهائي يبقى ايه؟ يبقى فاعل. فلما يقول ايه الله يتوفى يبقى صح، يتوفاكم ملك الموت يبقى صح، توفته رسلنا يبقى صح، كلها ايه؟ كلها صح. انما هي مدارج الامر. ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم، الظلم انك انت تيجي لغير ذي الحق وتاخد من ذي الحق وتديه، مش كده؟ طيب فظلم النفس يقتضي ظالم، الظلم يقتضي ظالم ومظلوم، ومظلوم فيه مش كده؟ ظلم في ايه يعني على الاول؟ طب توفاهم لك ظالمي انفسهم، طب ما هم هو عين نفسهم. أما قال لك لا، في ساعة ما يجي عند الإنسان شخصية المعنوية الإيمانية بعد ما آمن بالله وآمن بالمنهج، وبعدين نفسه تحدثه بالمخالفة، فيبقى عنده إيه؟ عنده حاجتين اتنين، الشخصية الإيمانية اللي تقبل بها المنهج من الله، وبعدين النفس اللي هي بت إيه بده في إيه؟ بده ينحرف. يبقى في كأنه إيه؟ كأنه في حوار. يقوم لما تيجي النفس الإيمانية تتغلب يقول لك ده بقت نفس مطمئنة وحلوة أوي خلاص، مش كده ولا لا؟ وتيجي النفس التانية تقوم تقول انت انطوعتها بقى، هتبقى انت مش نفعتها، انت حققت لها شهوة دلوقتي عاجلة، انما بعدين هتنكوي به، يبقى انت انصفتها ولا ظلمتها؟ يبقى انت ظلمتها. اللي بتطبطب على ابنها ولا ابن ابوه يقول له ذاكر ولا ما ذاكرش ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، تبقى ظلمته ولا ما ظلمتوش؟ هي بتحبه وبتطبطب عليه، يبقى ظلمته ولا ما ظلمتوش؟ كذلك النفس. ولذلك الحق سبحانه وتعالى بيدينا فكره عن الصراع للشخصيه الايمانيه في النفس والنفس الانحرافيه اللي بدها هواها، الاثنين بيتصارعوا. يقول لك ايه؟ واتلو عليهم نبأ ابني ادم بالايه؟ بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك. بده يقول له طب هتقتلني ليه وانا عملت حاجه؟ هو انا اللي تقبلت القربان ده اللي تقبله مين؟ تقبله ربنا ذنبي ايه؟ قال له ابن إيه انما يتقبل الله، انت زعلان ربنا تقبل قربان ولا تقبلت قربانك؟ طب وانا داخل انا ايه في الحكايه دي؟ انما يتقبل الله ايه؟ من المتقين. طب وما اذا انا ماليش ايه؟ الغرض. وبعدين يجي الحوار قال له لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اني اخاف الله ايه؟ رب العالمين. شوف كلمة بقى اللي معانا بقى، فطوعت له نفسه قتل أخيه، كأن في صراع بقى، اقتل ما تقتلش، اقتل ما تقتلش. الشخصية الإيمانية تقول ما تقتلش، الشخصية الشهوانية تقول لا اقتل عشان تشفي نفسك. فطوعت له نفسه قتل أخيه، طوعت له يعني جعلتها إيه؟ الله مهدت له. ومع ذلك بعد ما نهت شرة الغضب أصبح من النادمين، ما هو انتهت سيرة الغضب بقى، فأصبح من الايه؟ فأصبح من النادمين. وبعدين بعد ما أصبح من النادمين ابتدأت بقى ايه؟ ابتدأت الحيثيات تظهر بقى، لأنه لما شاف أخوه مرمي كده ومقتول، وبعدين ربنا بعد غراب يبحث على الأرض عشان يوري، قال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، بقى دي منطقية مع أنه هو لوح قتله؟ مش منطقية. فطوعت له ايه؟ نفسه. يبقى الظلم النفسي هو ايه؟ ظلم النفس ان الله يشرع لها ما ينفعها نفعا ابديا، نفعا مستوفيا،
ولكن النفس لحبها للشهوات عايزه النفع العاجل اللي ملوش خلود. فتبقى لما تدي لها النفع العاجل اللي ملوش خلود تبقى ظلمتها ولا ما ظلمتهاش؟ يبقى ظلمتها. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم. طيب قالوا فيما كنتم، انتوا ظلمتوا نفسكم ليه؟ حالتكم ايه انتم فيما كنتم؟ ليه ما عملتوش مثلا زي اخوانكم وهجلتم وانضميتوا لموكب الايمان وموكب الجهاد وظللتم في اماكنكم كده محبوسين ومحظور عليكم ولا تستطيعون الحركه ولا تستطيعون الفكاك؟ قالوا فيما كنتم. قالوا طيب بالله ربنا لما بيحكي لنا الصوره دي لو اننا استنينا لما حصلت قدام كانت تفيدنا بايه؟ يبقى مفيش وقت نستفيد بقى، لان لما تحصل قدام في ساعتها مفيش لنا استدراك علشان نبقى نعمل حاجة. انما لما ربنا بيقص علينا المشهد ده يبقى لطف بينا ولا لا؟ بيقول احذروا هيجي موقف وتحصل كيت وكيت وكيت، فقبل ما يحصل ولا تقدرش تستدرك العمل الطيب ها تبقى من دلوقتي بقى شوف نفسك. ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. كلمة مستضعفين في الأرض تدل أن تفيد أن قوما استضعفوهم، مش كده ولا لا؟ استضعفوهم يعني يعملوا إيه؟ ما يقدروش يخرجوا منهم، يهاجروا، ما يعرفوش سكك الهجرة، خايفين على أموالهم و مسكن لهم زله، يقول لك ان خرجت ما تاخدش حاجه. قال لك ده مظاهر للاستضعاف. قال لهم الكلام ده ما ينفعش، الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها؟ اذا دي حجه ولا لها قيمه. ليه؟ ام قال لك لان الذي يمسكه مكانه ووطنه اصبحت ثقته ويقينه في الاسباب. انما اللي ما يسالش عندي لا وطن ولا فلوس ولا عيال يبقى ثقته في من؟ في الله، في المثبت. ثقته في من؟ في المثبت. يبقى انت مستضعف هتقول لي كنا مستضعف، ام تكن ارض الله واسعه فتهاجروا ايه؟ فتهاجروا فيها. عال قوي لما تيجي تقول الم تكن، الكلمه دي من الملائكه، الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، دي كلام جاء من القانون الاعلى. فكأن القانون الأعلى خلق الله الخلق جميعا وأسكنهم في الأرض، والأرض دي ما تبقاش بتاعت حد دون حد، اللي يضيق به مكان يروح لمكان تاني. طب إذا جه الإنسان من ظلم وجبروته وعتوه صنع تحديدا للمكان، محدش يتنقل من هنا، قال لما تجيب تأشيرة وتجيب مش عارف ايه وتعمل يبقوا عملوا ايه؟ ناقضوا قضية الخلافة في الأرض. ناقضوا قضية الخلافة في الأرض. ولذلك احنا قلنا ان ما دام الإنسان خليفة في الأرض يبقى أنا مش خليفة في حتة وده خليفة في حتة. الإنسان كل الإنسان خليفة في الأرض كل الأرض. ولذلك جئنا عند قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والأرض وضعها للأنام. الارض وضعها يعني جعلها متضعه مسخره مذلله، مش كده؟ لمين؟ الارض اي ارض؟ كلها. يبقى الارض كل الايه؟ طب واي انام سخر الله لهم الارض؟ الله. تبقى اذا القضيه بتاعه الخلافه ايه؟ الارض ايه؟ كل الارض ايه؟ للانام كل الانام. إن العالم ما حطش القضية دي وعملها قضية كونية اجتماعية سيظل العالم في فساد. هو اللي عامل الفساد ايه دلوقتي النهارده؟ احنا زي ما قلنا ان اللي عامل الفساد ان ناس تقول لك ايه السكان والكثافة السكانية ومش لاقيين مش عارف ايه، وفي اراضي تانية عايزة ناس. لا، اراضي عايزة ناس وناس عايزة ايه؟ اراضي. تبقى ايه التقنينات دي؟ يبقى لازم يسيح الارض اللي بلا رجال تاخد من الرجال بلا ايه؟ بلا ارض، وتنتهي المسألة. تنتهي المسألة ولا لا؟ يبقى الدوشة اللي حدث في الكون ده ايه؟ انه يوجد في كون الله ارض بلا رجال ورجال بلا ارض.
فلو ان المساله كلها اللي يضيق بيه مكان يتن رايح لمكان ايه، ودي احنا هو في رحله بس السودان، شوف بس الارض اللي فيه تتسع لقد ايه، مش كده وقعهم في رحله مفهوم ولا لا؟ يبقى ايه قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. شوف القضيه اللي عماله بتنغل في خلق الله علشان يتنبهوا، الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها؟ يبقى اللي ينقض هذه القضيه الالهيه من الله يبقى واخذ الخلافه بغير شروطها. ما هو اللي مخسر الدنيا في الارض ايه؟ ان الانسان الخليفه في الارض نسي انه خليفه واعتبر نفسه اصيلا في الكون. ما دام اعتبر نفسه اصيل في الكون تبقى باظت ولا ما باظتش؟ تبقى باظت. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قال الم تكن ارض الله واسعه؟ قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها؟ فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا. الله، إذن يعني إذا أقام الإنسان على ضيم ولم يعمل فكره وعقله ولم يطرح قضية الكون قدامه ويشوف إن هي الأرض اللي تسعه، ده مهدد تهديد فظيع أوي، ده وعيد وحش أوي، الجهنم وساءت مصيرا. يقول لك إيه؟ لأن أنا عامل له كون. طب دلوقتي بقى ماذا نصنع؟ يبقى ما فيش صنع إلا الحيلة بقى، زي اللي بيحتالوا بقى وإيه؟ ويروح. اللي بينفد من العمليه دي مين؟ ومن تعنيف الملائكه لهم ساعه الوفاء، ومن الا المستضعفين. الله، طب ما هم دول قالوا احنا مستضعفين. الا المستضعفين من الرجال والنساء. يبقوا المستضعفين هناك ايه؟ دعوه، انما المستضعفين هنا ايه؟ حقيقه. الا المستضعفين اللي ضعف بطبيعتهم من الرجال والنساء والولدان. طب الولدان دول هو يبقى مستضعف؟ ام قال لك لان الاستضعاف اما ان يكون طارئا واما ان يكون ذاتيا. فبعض الرجال مملوك للغير، ما يقدرش لا يتصرف ولا يروح هنا ولا هنا. النساء ما تقدرش تبقى زعينة كده وتمشي لحالها، لازم يكون لها وياها من يحملها ومعاها محرم ولا الى اخره. طب الولدان؟ قال لك ده الولدان دول بطبيعتهم مش مكلفين، مش ايه؟ يبقى دول ايه؟ خارجين عن ايه؟ عن نطاق التعنيف من الملائكه بقوله فيما ايه؟ فيما كنت. لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قولي مش لا يستطيعون هجرة؟ شو الدقة برضه في الأداء؟ لا يستطيعون حيلة. فكأن مش الإنسان مكلف بس إن هو مثلا ما يقدرش ولو بالاحتيال، ولو بإيه؟ ولو ما هو الاحتيال؟ والاحتيال إعمال فكري، مش كده؟ إعمالا يعطي للإنسان فرصة أكثر مما هي له. أدي معنى الإيه؟ معنى الاحتيال. يبقى الاحتيال ان قوته لحد كده، انما يقدر يحتال ولا لا؟ يعني مثلا اللي كان مثلا بده يشيل مثلا صخره ما يقدرش يشيلها، يوم يحاول ويجيب مثلا بتاع كده ويروح عامل عسله ويشيلها شويه ويحط تحتها ايه؟ حته خشب. وبعدين اسمها ايه؟ اسمها حيله. اسمه ايه؟ احتيال. السقالات اللي احنا بنبني عليها دي كلها ما هي ايه؟ ما يحيل. اللي بنى الهرم وحط الحجر الاخراني دي، طب عمل على جاب سقالات ازاي؟ ولا عمل ازاي الحكايه دي؟ عملها اهي برضه بايه؟ بحيل. اللي قاعد ينحت المسله من الجرانيت طولها قد كده وينحتها كده وهي في الارض، كيف اقامها وكيف نقلها؟ برضه ايه؟ حيله. يبقى معنى الحيله هي ايه؟ الحيله هو فكر يعطيك فوق قدرتك على المقدور عليه. نعم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، ما عندهمش ايه؟ احتيال.
طيب ولا يهتدون سبيلا، ما يعرفوش الطريق، ما يعرفوش، لان الطرق اللي هي عشان الهجره هاجر مثلا من مكه للايه للمدينه دي عايزه ايه، انه يعرف ازاي يمشي ويروح منين ويروح على حته ما فيهاش مفازات، حته ما فيهاش مثلا جبال، حته ما فيهاش كذا، لازم يكون في طريق. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حب هذا جاب دليل للطريق ولا ما جابش دليل؟ جاب دليل للطريق، وجابوا دليل للطريق كافر، لانه ما يمكنش يمشي بلا ايه، بلا دليل. انظروا الى قول الحق سبحانه، فاولئك اللي هم من بقى المستقيم من المستضعفين من الايه، من الرجال والنساء والولدان اللي هم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون ايه سبيلا، فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم. طب وعسى ليه؟ ده كان يجب ان يقول عفوت عنهم، اما قال لك ليدلك على ان مسائل الاستثناءات دي لازم ياخدها الانسان في اضيق الحدود، في اضيق، اهم دول مع انهم معذور سبيل، ومع ذلك عسى الله ان يتوب ايه، ان يتوب عليهم. والى لقاء اخر ان شاء الله.